كتب كثيرا عن الجزائر وعن المغرب العربي، وأخرج عشرات البرامج الإذاعية والتلفزيونية. الجزائر دائما كانت حاضرة في قلبه، في عقله، في مؤلفاته وفي المنفى، خاصة وأنه عاش في زمن المشهد السوري. أين هو بعد عامين؟ اليوم الإبراهيمي يتحدث دائما عن حل سياسي. نعم. روسيا تتحدث عن حل سياسي. نعم. الائتلاف المعارض لا يريد حلا سياسيا ويريد رحيل السلطة في سوريا. هل نحن ندور في حلقة مفرغة اليوم؟ مبدئيا ذكرت الثورة الجزائرية وذكرت أجداد الثائرين الذين جعلوني بفضل دمائهم أعيش شامخ الرأس في هذا العصر الذي قيل أنه عصر أمريكي، لكن أجزم أنه عربي بامتياز. في الخمسينيات عندما ازداد الضغط على الجزائر من قبل الاستعمار الفرنسي، عرضت القضية الجزائرية على الأمم المتحدة، فقال آنذاك العربي بن المهيدي، وهو رجل ثائر جزائري عروبي، قال عنه الجنرال بيجار: لو أملك 10 من أمثال هذا الرجل لفتحت العالم. عندما ناقش الجزائريون فيما بينهم إن الأمم المتحدة ستحسم أمرنا، قال: نحن من سيحسم الأمر على الأرض. القوانين الدولية، الإرادات الدولية لا يمكن أن تحسم أمر، لا يمكن أن تفرض قناعة سياسية على. وكان الجيش العربي السوري، لأنه يعرف لعيب الاستعمار، ولأنه ليس مثل الجيش الخليجي الذي قوامه هنود وباكستانيون، يعرفون للأسف الشديد الممثل الهندي ساشي كابور، لكن لا يعرفون بالطيب المتنبي، يعرفون لانا الهندية لكن لا يعرفون الخنساء، لا يعرفون الكاهنة التي دفعت بأربعة من أبناء غربي محتويات الحل السياسي. هيلاري كلينتون، هذه العجوز التي اهتمت بالسياسة وتركت زوجها يميل إلى منى لوينسكي، وكان يفترض عربية لعربية التي ما زالت تحافظ على خط الشعوب وتفرض أن ما يسمى بخيارات شعوب في الإعلام بدل خيارات الرقص والهزل للقطريين والسعوديين الذين فسخوا القيم والذين جعلوا من شاكيرة عظيمة من عظماء العرب. إلى تأسست بعد أن أطاح حمد بن خليفة بأبيه خليفة، وهذا عار في الأخلاق العربية أن الإنسان يقول لأبيه أف، فماذا لو قال له افرنقع عن الحكم. ثانيا أطاح بأبيه بترتيب من المخابرات الأمريكية، لأن تونس، ليبيا، المغرب، ربما كان هنالك أيضا حديث في الكواليس من وزير خارجية قطري بأنه جاي الدور عليكم أنتم في الجزائر. كيف ترى موقف الجزائر وتقول بأنه المشهد القادم أو العام القادم سوف يكون هنالك وضوح أكثر في الرؤية، ثبات أكثر؟ أوجدوا قنوات نووية، قنابل نووية، كان مسؤول عربي يترجاه، قلت له كيف هذا الرئيس العربي يترجاه حتى لا يمرر خبر عنه عن دولته، وكانوا بهذا يقايضون. حمد بن جاسم التاني الذي هو المدير الفعل لقناة الجزيرة كان يريد أن يشتري شواطئ في طنجة ليحولها إلى فنادق، والاتجاه المعاكس الذي صار الاتجاه السوري، لأنه نخص بها قناة السما لأول مرة سأكشفها. يوجد دبلوماسي جزائري، سكرتير أول في السفارة الجزائرية في الدوحة، أحد أمراء آل ثاني، أقام علاقة مع زوجته. وطبعا هذا الدبلوماسي الجزائري مع احترامي للجميع، يشهد الله أن أحترمه، كلام عندما يجلس أمام راقصة هذا المعارض السوري يحترمه ويقول لها أيتها السيدة، لكن عندما يصل إلى رئيس دولة يتعامل معه بكثير من الاستخفاف، وهو محرم في القاموس الدولي بالمناسبة، ويسأل، لأنه هذا ليس شخص عادي، هذا يمثل علم بلد، يمثل وطن. فجيد، أنا كمراقب عربي هذا الشخص أنا أدرسه، وجلبت علماء نفس درسوهم. أحدهم قال لي هؤلاء متوترون نفسيا، أحدهم قال لي عندهم شبق للسلطة، يعني هذا في أسرتي أكيد يقمع زوجته إلى أقصى درجة ولا يسمح لأولاده أن يعبروا عن شيء. هل يمكنني كيحيى بزكريا أن أعطي السلطة لشخص كهذا؟ أول شيء سيفعله سيذبح نصف الذين يخالفونه في المذهب والانتماء. الجزيرة أداة الاستخبارات الأمريكية لتعقب المقاومين، بمعنى في البداية كانت الاستراتيجية تقول لابد من كسب الصدقية، فاستخدمت الجزيرة ما يسمى بالورقة الفلسطينية ثم ورقة المقاومة فلسطين مغرب. لقد كانت الجزيرة
عقل الشيطان الذي دمر العالم العربي. وكانت بالاتفاق مع المخابرات الأمريكية، لم أقول لك قبل الفاصل أن اتفاق مع القناة الثانية، وأن كل يا هناء ما قلنا قبل الفاصل أن كل محللي السياسة الاستراتيجية الصهاينة الذين أطلوا من خلال قناة الجزيرة هم ضباط موساد من قسم الاستعراب أو المستشرقين كما نسميهم.